هما البنات جم المكان ده بصراحة. هما احنا كنا كل من السنة تراحيل تيجي، فبصيت لقيت في بنت داخلة بقها شغال ذكر، هي لابسة عباية سمرة وطرحة سمرة، فأنا شفتها بقها في ذكر، فعرفت إن هي بنت من البنات اللي كانوا ممسوكين في المنصورة. ليه؟ كان الناس اللي بيجولنا في التراحيل بالمراكز يقولنا ده المركز الفلاني البنات فيه ما فيه كذا. أنا كنت بعرف أخبار الدنيا من الناس اللي جاية لنا في التراحيل. البنات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بصراحة عجبني قوي صبرهم وثباتهم. البنات ما شاء الله حسيت إن هم مش عيال، حسيت إن هم ناس كبار، يعني مش ده من سن بنت 18 سنه. وكانت الاوضه بتحسدهم، الناس الجنائيين كانوا بيحسدوا البنات دول، وكانوا بيدعوا على اللي جابوهم هنا. يعني الناس الجنائيين في الاوضه دول يجوا هنا ازاي؟ شريفه كانت اخلاقهم في المعامله راقيه جدا، هم خاصه ان هم اصلا لما دخلوا هم بره قالوا لهم مالكوش دعوه بنات دول، عشان هم مثلا بنات مش جنائيات. فكان برضو ايه البنات قاعدين في حالهم شويه كده، فانا قلت لهم يا بنات انتم مش ما فيش مكان للصلاه، المكان ضيق. فانا كنت دايما بحرص على ان اظبط مكان للصلاه، خاصه ان كان بقى ما شاء الله بقى كان في كام واحده في الجنائات بيصلوا معايا. كنا وصلنا عدد للصلاه، كنا مثلا وصلنا ل10 ونصلي جماعه. بعد مثلا كنا مثلا في واحده او اتنين بيصلوا، فبقى ما شاء الله بقينا عدد. حتى ما كانتش بتعرف تصلي كنت اجيب لها الميه واعلمها تتوضى واقول لها واقعد بقى اكلمها ازاي اصلا انت. ودايما كنت اقول لهم يا اولاد مش هخرج من هنا الا الذكر، حتى لو كنت قاتله، حتى لو كنت سارقه، اللي خرج من هنا ذكر الله عز وجل، حتى وتوبه صادقه مع الله عز وجل، ربنا هيجعل لك مخرج وتخرجي من المكان ده حتى لو كان فيكي حاجه. فكان ما شاء الله كانت الناس مستجيبه. وما في بنت هناك كانت بتصلي صوتها في القران فوق الرائع، اسمها يسرى. يا ما ان صلت وقرات القران والاوضه كلها تبص، الاوضه كلها قاعده كده، كل الجنائيات لو انت رميت كده ابره ما ترنش في الاوضه، الدنيا كلها قاعدين يسمعوا من صوتها القران. فكلهم حتى بتاعت المخدرات اللي كانت بتقول احنا كنا بنضرب الاخوان عند الاستاد وكنا بناخد معانا شوالة الطوب، تقول عيال شوفهم ناس يربوا عيالهم يطلعوا حراميه وناس يربوا عيالهم يطلعوا كده. بنت تقول ايه هم البنات دول بتعلموا الحاجات دي فين؟ في بنت جايه في انتوا بتعلموا الحاجات دي فين؟ بتعلموها ازاي؟ فانا كنت بشوف الناس ديت مش لاقي حد يعلمها، مش لاقي حد ياخد ايدها. فما شاء الله البنات كان لهم تأثير في الأوضة كبير. وبعدين ايه البنات أول ما جم كده كان شكلهم مخضوض مخطوف، حاطين على وشهم كمان عشان خاطر ريحة السجاير، ريحة معرفش ايه. بتقول لهم ديت الشال، وتعيشوا في وسط الناس، دول ناس عاديين خالص، ودول بقالنا 40 يوم. يعني ايه يعني هتلاقوهم، انت كنت 40 يوم كنت صدمتهم، دلوقتي ما شاء الله هتلاقوا ناس كويسين جدا، ناس هتستوعبهم بسرعه يعني. فما شاء الله فعلا كانت في ناس تقول لهم ايه، في بنت كانت تقول انا نفسي اصاحب بنات زي البنات ديت. فالبنت تقول لها بنت يا ابرار تقول لها هو انت لسه هتصاحبينا؟ ما انت بس صاحبتنا خلاص. يعني فكانت البنات بتستوعب، وكان بينهم ما شاء يعني، وبقوا اصحاب البنات وبقوا بيكلموهم كويس، وبقوا يكتبوا لهم الادعيه، طب ما تكتب لنا دعاء انت بتقوليه، اكتب لنا. ففي ما شاء الله تحس ان انت بناتك دخلوا في مكان بيأثروا في المكان ده بتأثير ايجابي، والناس غيرت وجهه نظرها كتير، احنا كنا نعرف غير كده.